على فكرة أنا شايفة إن فكرتك حلوة قوي يا سلطان، وأنا مستعدة أتجوز معسكر كله. موافقة يا روح أمك؟ اسكت أنت، بكلم القائد بتاعك. سو فكرتك تحفة، وأنا كنت لسه بقول لهم عليها عندنا، والمحبوب هيلقح المعسكر كله. هيلقح مين يا روح أمك؟ أيوة، عشان يكون عندنا جيرلز أكتر، بدل ما إحنا كل شوية عمالين نخلص ونخلص. ده أنا هلقح اللي تابوه. بقى عايزه تتلقحي من المعسكر كله يا واطيه. مش انت عايز تذبحني يا حمار؟ انا بنقذ موقف. وانا كمان بنقذ موقف. المحبوب هيلقح المعسكر كله يا ابن المحظوظه.